الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الذي علمنا مكارم الأخلاق وعقيدة السلام والإنسانية، سيد الخلق الصادق الأمين محمد بن عبد الله رسول الله إلى العالمين. كم تمدنا سيرته العطرة بكثير من الخصال المحببة إلى النفس، وكثير من الدروس الباقية عبر العصور والأزمنة، شاهدة على عظمة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. واليوم نقف لنرى ونتدبر ونفسر ماذا حدث للمسلمين في أحد. وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس يوم الجمعة، وبعد أن حمد الله وشكره طلب من الجميع الجد والاجتهاد، وقرر أن يخرج المسلمون لملاقاة المشركين خارج المدينة. وبعد أن أنهى خطبة الجمعة عاد إلى منزله وارتدى الدرع والسيف. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش من 1000 مقاتل، وولى على المدينة ابن أم مكتوم. وفي الطريق بين المدينة وأحد انسلخ 300 شخص بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول ومن اتبعه من المنافقين. يظن محمد أنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، ولا يعلم أن لي نفوذا أيضا. إنها ضربة قاضية لمحمد، انسحابنا سيمنح أفضلية قصوى لقريش وحلفائها. لقد أطاع رجاله الذين أحضرهم معه من مكة، وعصاني أنا سيد المدينة. لقد نصحته بعدم الخروج، فليتحمل وزر فعلته. يا قوم،
يا قوم، أين أنتم ذاهبون؟ لا تخونوا قومكم ودينكم، عودوا وساندوا رسول الله، عودوا وساندوا رسول الله، عودوا وساندوا رسول الله. لا ناقة لنا ولا جمل في هذه الحرب، فليذهب محمد لقتال قريش، وسنظل نحن في المدينة هنا لحمايتها. إن رسول الله ليس بحاجة لكم، وسينصره الله على قريش وعليكم. وهؤلاء هم المرادون بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. صدق الله العظيم. وهنا لا بد أن نذكر موقفا للرسول. كان الطريق إلى أحد يحتم على جيش المسلمين أن يمروا بالمشركين، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلك طريقا بعيدا عن معسكر المشركين. توقفوا توقفوا يا قوم، فرسول الله يأمرنا بشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من رجل يخرج بنا من طريق لا يمر على المشركين؟ فانبرى رجل يدعى أبا خيثمة. أنا يا رسول الله أعرف طريقا نسلكه يفضي بنا إلى أحد دون أن نمر بأرض المشركين. سنمر بأرض رجل أعمى اسمه مربع بن قيظي، فهيا بنا. وكان مربع بن قيظي رجلا ضريرا منافقا، أحس بجنود المسلمين يسيرون في أرضه فخرج يقذفهم بالتراب. هذه أرضي يا محمد، ولا أسمح لك بالمرور فيها حتى وإن كنت حقا رسول الله. وهبط بعض جنود المسلمين يريدون قتل مربع. ويلك يا عدو الله، أهكذا تحدث رسول الله؟ والله والله لأقطعن رأسك بسيفي. وهم الرجل أن يقتل مربع الضرير، إلا أنه توقف بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل، فإنه أعمى القلب أعمى البصر، اتركوا. وهذا الموقف إن دل على شيء فهو يدل على مدى إنسانية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مع من يسيئون إليه في وقت حرج كوقت الحرب. وخرجت قريش وأتباعها في 3000 جندي و100 فرس، واتجهوا إلى واد
قبل أحد للبقاء فيه. هذه معركتك يا خالد يا ابن الوليد، أنت خير فتيان قريش وقائد الميمنة، لا يجب أن يتكرر ما حدث في بدر. لا تقلق يا أبا سفيان، فنحن أكثر منهم عددا وعتادا، والنصر حليفنا. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرة الرماة في جيش المسلمين، وولى عليهم عبد الله بن جبير، وأمرهم بأن يظلوا فوق جبل أحد وألا يبرحوه مهما حدث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. سمعا وطاعة يا رسول الله. نحن في أماكننا صامدون حتى النصر بإذن الله. ماذا تفعلين يا هند؟ وزع الدفوف على النساء، سنخرج خلف الرجال لشحذ هممهم، فاليوم هو يوم الثأر وعيد قريش. إنها حرب يا هند. أعلم أنها حرب وسوف ننتصر، وسأغسل يدي في دماء محمد وحمزة. يا محمد، الليلة ليست كالبارحة، ولقد جئناك بما لا قبل لك به، وسنثأر اليوم لقتلانا في بدر، فهلم أخرج لنا ما لديك وسترى شدة بأسنا. هل من مبارز لديك يا محمد لتذكله أمه وتترمل امرأته؟ أخرج أخرج يا محمد، أنت ومن معك. وبدأت وقائع موقعة أحد، والتقى الجمعان، رسول الله والمسلمون تجمعهم كلمة الحق ونور الهداية، ومشركو قريش وحلفاؤهم يجمعهم ضلال الغضب والرغبة في الثأر. وبدت المعركة وكأنها جولة أخرى سيكون للحسم فيها أثر كبير على مجريات ما هو قادم من أحداث. واشتد سعير المعركة، وبدا تفوق المسلمين واضحا بفضل ضراوتهم وإيمانهم ومهارة الرماة الذين كان لهم أكبر الأثر في تحول دفة المعركة تجاه المسلمين. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! عودوا أيها الجبناء، عودوا، لا تكونوا كالنساء، عودوا وقاتلوا محمداً، لن تكون بدرا أخرى أبدا. هلكنا وهلكت قريش، افعل شيئا يا خالد يا ابن الوليد. إنهم يقاتلون بجسارة لم أعهدها في الحروب من قبل، ويلتفون حول محمد ويضحون بأرواحهم من أجله. لابد أن نفعل شيئا، ستضيع قريش للأبد. لا أمل في النصر، لا أمل في النصر. الرماة احتلوا قمة الجبل ويمطرون جنودنا من كل جانب. إنها النهاية يا أبا سفيان،
إنها النهاية. افعل شيئا يا وحشي، اقتل محمدا، اقتل حمزة، افعل شيئا. سيدتي، لقد انتصر المسلمون وجنود قريش يتراجعون. أيها العبد الأسود، لا شأن لي بقريش، اقتل حمزة يا وحشي، اقتله وسأمنحك أموالاً تجعلك سيداً لمكة وقريش. اقتله وسيمنحك سيدك حريتك، وسأمنحك أنا الأموال والحلي والذهب. اقتل حمزة يا وحشي. حسناً يا سيدتي. بات واضحاً أن الغالبة في هذا اليوم للمسلمين، انتصرت الفئة القليلة على الفئة الكثيرة بأمر الله. في تلك اللحظات كان حمزة عم الرسول وأسد الإسلام، كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، يقاتل بشراسة وجسارة ويفر من أمامه الجميع. أنت لي يا حمزة.
جرحنا المختوم غالي وحبك ملينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا غالي وحبك ملينا في قلوبنا وعنينا ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط مادت ايدين بنقول وراك مليون امين عالجنة ودينا وصلت رسالتك.